مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، نحييكم وهذا موجز لأهم أنباء المصرية ليوم الاثنين 16 من أكتوبر لعام 2023. تقدمه لكم فاطمة علاء. وبداية مع الأخبار السياسية المحلية، الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من بوتين لمناقشة المستجدات في غزة. وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح ويوجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية. مستشفيات شرقية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لاستقبال مصابي غزة. المرشح الرئاسي حازم عمر: هنشيل الضرائب والرسوم عن الغذاء والدواء. مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة. حازم عمر عن قضية سد النهضة: لدينا ثوابت وخطوط حمراء. ومن الأخبار العالمية، إعلامي إسرائيلي: نشهد فشلا عسكريا واستخباراتيا لم يسبق له مثيل، قد يطيح بنتنياهو كجولدا مائير. أحد أفراد قافلة المساعدات إلى غزة متمركزون في منطقة آمنة بالعريش، ولا تعليمات بالتحرك حتى الآن. رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن القضاء على حماس. وأخيرا، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: يجب حماية المدنيين في قطاع غزة واحترام القانون الدولي. وإلى أخبار الفن، موقع يوتيوب يحجب كليب غصن الزيتون الذي أهداه أحمد سعد لفلسطين. ياسمين صبري تجمع المساعدات لأهالي غزة مع الهلال الأحمر. يسرى اللوزي تتضامن مع أهل غزة: إبادة عرقية وليست صراعا. وأخيرا، هالة صدقي: كوميديا كتف قانوني أعادتني للسينما. وإلى الأخبار الرياضية، بريمونتادا مثيرة، منتخب مصر الأولمبي يهزم أوزباكستان وديا. الأول مع المنتخب: طرد محمد هاني خلال مباراة مصر والجزائر. تعادل سلبي نتيجة مباراة منتخب مصر والجزائر في ودية اليوم. بعد مساندته فلسطين، بايرن ينوي التحدث مع المغربي مزراوي بشأن منشوره. دور المحترفين: مكادي يعرقل الحرس عن صدارة مؤقتة، وشبين يحقق فوزه الأول. وأخيرا، أسامة جلال يواقع على تمديد تعاقده مع بيراميدز. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز أنباء المصرية، دمتم في أمان الله، تحياتي وإلى اللقاء.